تشتركي سابورانات. في الفيديو هذا باش نعطيكم ملخص صغير على الكثافة وشو معناتها الأجسام الطافية والأجسام المعمورة. إذا قلنا إنه فما فرق بين الكثافة وبين الكتلة الحجمية. إذا الكثافة نرمزو لها بدي، هي إذا رو على رو نتاع الماء، أوكي؟ إذا هي الكثافة هي العلاقة بين الكتلة الحجمية والكتلة الحجمية للماء الخالص، فهمنا؟ إذا هي علاقة بين إذا كتلة حجمية لجسم ما والكتلة الحجمية للماء. أو إن يرو على رو ماء. إذا هنا الماء هو مادة إذا صعبة الضغط، يمكنه الوصول إلى كتلة حجمية ثابتة تعادل 1000 كيلوغرام للمتر المكعب. قلنا لا تتأثر لا بتغير درجة الحرارة عند تطبيق الضغط. إذا الكتلة الحجمية للماء هي 1000 كيلوغرام للمتر المكعب الواحد. وهذه إذا هنا النتيجة هذه ناخذوها مسلمة. إذا كان عطاها في التمارين هاوين وما عطاها لناش نبدو نعرفوا إنه روم تاع الماء هي 1000 كيلوغرام عفوا للمتر المكعب، المتر المكعب معناتها كيلوغرام بار متر كوب. نجم نكتب هكا، نجم نكتب 1000 كيلوغرام متر الا 3. باهي، نحن قلنا في التلخيص اللي قبل هذا انه الكتله الحجميه تتغير بدرجه الحراره. شنو معناتها؟ مادام الكتله الحجميه اذا نرو هذه تتغير بدرجه الحراره وهذه ثابته، اذا الدي هذه بتبع باش تتغير بدرجه الحراره. اذا وقت اللي نحط دي يلزمني نحط انا درجه الحراره اللي نخدم فيها. باهي، اذا هذا شنو معناتها الكثافه. هذا التعريف الموالي اللي هو الاجسام الطافيه والاجسام المغموره. باهي، باش ناخذ السائل نتاعنا اللي هو الماء. وقتاش تكون اجسام طافيه واجسام مغموره؟ اذا كي ناخذ هنا جسم معين الكتله الحجميه نتاعو تبدا اقل اذا من الكتله الحجميه للماء، شنو يصير بالجسم هذا؟ هل انه يطفو على سطح الماء والا يغوص في القاع؟ اذا بما اذا كانت الكثافه نتاعو اذا الكثافه اكثر من كثافه الماء سوف يغوص، واذا كان اقل سوف يطفو. تفهمنا؟ اذا كتعريف لهنا الاجسام الطافيه والاجسام المغموره، باش ناخذ تعريف شنو معناتها الاجسام الطافيه. شنو معناتها طافيه؟ يعني تطفو على سطح الماء مثلا ولا السائل نتاعنا. الاجسام الطافيه اذا كانت الكتله الحجميه عفوا الحجميه لجسم ما اقل من الكتله الحجميه للماء اذا الجسم هذا شبي سيطفو على سطح الماء. اذا الجسم نتاعنا يطفو. باهي، والعكس بالعكس، اذا كانت الكتله الحجميه اكثر اذا الاجسام المغموره وقت تكون الكتله الحجميه ولا الكثافه، خاطر الكتله الحجميه والكثافه، اذا الكثافه هي الكتله الحجميه على الكتله الحجميه للماء. اذا الاجسام المغموره اذا كانت كثافته مثلا كثافته جسم ما اكثر من كثافه اذا الماء شنو باش يصير له؟ اذا الجسم هذا يغوص في القاع، اذا يغوص في القاع. باش ناخذ مثال يعني متداول حتى في حياتنا اليوميه. كي ناخذ الزيت، الزيت اذا الكثافه الزيت نتاعنا بالكثافه هي 0.9 هكا ولا، اذا كثافه الزيت هي 0.9. اذا 0.9 هذه شبه بالنسبه لواحد، اذا 0.9 اصغر من واحد، واحد هي كثافه الماء. اذا قلنا نحكم بالكثافه ولا بالكتله الحجميه. اذا كثافه الزيت 0.9 اصغر من كثافه الماء. الزيت شنو يصير كي نحطو؟ كي نحط الزيت في كاس فيه ماء اذا الزيت باش يطفو. فهمنا؟ كي ناخذ انا مثال الرصاص، اذا الكتله الحجميه نتاع الرصاص هي 1130. اذا الكتله الحجميه نتاعو 1130، كي نحسب انا الكثافه، 1130 على 1000 اذا مش تكون اكبر من واحد. الرصاص وقت اللي نحطو في كاس من الماء شنو يصير له؟ سوف يغوص. باهي، هذا ملخص صغير، عطيتكم بعض التعاريف. تابعوني على سابورانيت ان شاء الله في التمارينات باش نزيدو نفهموا اكثر العلاقه بين الكثافه، شنو معناتها اجسام طافيه وشنو معناتها اجسام مغموره. باش نخدم لكم عليها برشا التمارينات اللي باش تفهمنا يعني المعطيات هذه.